أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة أبدا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخوتي المتابعين، وعظم الله لنا ولكم الأجر في ذكرى شهادة الإمام الجواد صلوات الله تعالى عليه. وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي إلى مقام مولانا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، وإلى المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. نتحدث اليوم عن جملة من المواضيع ذات العلاقة بشؤون الغيبة والظهور، ولعلها ذات علاقة ببعض العلامات هنا وهناك. هناك جملة من الأحاديث والروايات التي أشارت إلى العلامات بعنوان الساعة، والساعة هنا ليس بالضرورة المقصود منها هو يوم القيامة، فلقد ورد في الأحاديث والنصوص أن لله ثلاثة أيام، وهي يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. فالحديث عن الساعة إما المقصود منها القائم أو المقصود منها الكرة، خصوصا فيما يتعلق بالعلامات، فالعلامات إنما تشير إلى هاتين الحادثتين، إما قيام القائم أو الرجعة والكرة. أما القيامة فلها شؤون أخرى وروايات وعلامات أخرى، ربما نتحدث عنها في مناسبة أخرى. هناك رواية أو روايات عبرت عنها الأخبار بالآيات العشرة، وهذه الآيات تؤكد على هيكل العلامات الكبرى الدالة على قرب الساعة، أو ما يسمى بأشراط الساعة، وهي أكثرها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأسانيد مختلفة. منها ما أورده المجلسي في البحار، في بحار الأنوار جزء 108 صفحة 92، ماذا قال؟ روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات، الدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تنزل معهم إذا نزلوا وتقبل معهم إذا أقبلوا. هذه الرواية وردت في أكثر بأكثر من صياغة بأكثر من معنى. الآن بهذه الصياغة وبضميمة النصوص الأخرى، فالرواية هنا ناظرة إلى عد العلامات الدالة على قرب الساعة، ومن دون ترتيب أو تعاقب زمني. المنظور هنا باعتبارها بعض الآيات التي وردت في هذه الرواية ربما تكون قبل الإمام عليه السلام، قبل ظهور الإمام، وبعضها بعد ظهور الإمام عليه السلام. فمثلا دابة الأرض تأتي في العلامات المتأخرة بعد ظهور الإمام، والتي يفسرها بعض المفسرين والمحققين والباحثين، وفي بعض الروايات تدل على أنها أمير المؤمنين عليه السلام في رجعته، وبالتالي هي متأخرة عن ظهور الإمام عليه السلام، أي في أيام الرجعة. فيما مسألة طلوع الشمس من مغربها، ربما تأتي قبل ذلك، باعتبار نحن قلنا أن طلوع الشمس من مغربها هي من علامات ظهور الإمام، إما العلامات القبلية أو العلامات المتاخمة مع خروج الإمام، إبان حروبه وقتاله في المشرق في بلاد الشام، ربما ستبدو هذه العلامة. ويبدو من الأخبار أن هذه
هذه العلامة طلوع الشمس من المغرب هي من أكبر العلامات المتاخمة أو القريبة من ظهور الإمام عليه السلام. كما أن الخسوفات الثلاثة التي وردت في هذه الرواية وفي روايات أخرى، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وأشارت روايات أخرى خسف بخراسان وخسف بالمغرب وخسف بالبصرة وخسف في الكوفة، لكن بحسب سياق هذه الرواية النبوية خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب تكون قبل ظهور الإمام، وهي تقع في لحظات حرجة جدا من هيجان القوة في الأرض وفي أوقات تأسيس الأحلاف العسكرية الضخمة وعسكرة الغربي والشرقي، وبالتالي انهيار المنظومة الدبلوماسية بين القوى الشرق والغرب وبداية الحرب العالمية الثالثة وسط تلك الخلافات الهائلة على النفوذ على الثروة على المال، وفي خضم السطوة من دوافع الغريزة التي تتحكم بقادة العالم من أجل السيطرة، وبعيدا عن الإخلاقيات وبعيدا عن كل الفطرة السليمة، كل معطيات الفطرة السليمة، وبالتالي ستكون هذه بداية الفتن والحروب بسبب انغماس العالم بهذه الموبقات والشهوات والنفوذ. كذلك الدجال الذي وردت أيضا بأنه من علامات الساعة الدجال، وتحدثنا عنه وعن فتنته، فهو من الفتن المتأخر على تجيش الجيوش، كما قلنا أن الدجال خط ممتد من قبل ظهور الإمام إلى ما بعد ظهوره، وبالتالي فإن انتهاء الدجال سيكون وأوج قوة الدجال ستكون بعد ظهور الإمام وبعد انفجار الوضع في الشرق الأوسط وقيادة أمريكا لمعسكر حربي ضخم باتجاه الشرق وسط انكفاء واضح بنفوذ القوى الأوروبية، في حين سيكون هيكل النظام العالمي متعدد الأقطاب، قوى متعددة منها ما هو عالمي منها ما هو أقليمي، ويبدو من النصوص أن القوى العالمية لن تكون على نسق مصلحي واحد، بل على خلاف على حروب على فظائع مختلفة بسبب اصطدام المصالح العالمية، والنصوص تشير إلى قوى كبرى نائمة وقوى نشطة، فقوة الروم مثلا تكون في ذلك الزمن قوى نشطة فيما يأجوج ومأجوج، قوى كبرى لكنها نائمة، وربما في إشارة إلى قوى الشرق التي هي الصين التي ستستيقظ في يوم من الأيام كما يبدو من سياق الآيات والروايات. ويبدو أن هذه القوى، القوى النائمة قوى الشرق، يبدو أنها لا تعطي الميدان الخارجي، لا تعطي الميدان الدولي أولوية في جداولها الخاصة، باعتبارها تريد أن تتطور، تريد أن بصمت تحاول أن تصل إلى أوج قوتها بشكل صامت حتى تصل إلى مرحلة الانفجار. ومعظم القوى العالمية، معظم القوى الإقليمية إبان هذه الفترة ستكون ضد الأديان، ضد الفطرة السليمة، وباتجاه الشذوذ. وفي ظل هذا العالم الهائج بالانحراف، سيكون لبعض القوى المحلية ولدولة خراسان ذات القوى الإقليمية الكبرى اللي تتمركز في جزء شديد الأهمية من المفاصل العالمية، سيكون لهذه الدولة دور نافذ في الإصرار على أطروحة الدين وقيمه وأخلاقياته وسط كثرة كمية نوعية جبارة من قوى الانحراف، من الحضارات المنحرفة، من الطواغيت، من المشاريع الغريزية وغيرها. ويبدو من بعض الروايات أن الخسوفات الثلاثة تقع على مفترق مرحلة متفجرة، إبان الصراع العسكري وسط تجيش الجيوش خاصة في الشرق الأوسط.
فيما تعسكر الأحلاف قريبا من خطوط بغداد، دمشق، بيت المقدس، خراسان. هذا الخط سيكون خطا ملتهبا بالمعارك، خطا ملتهبا بالمواجهات بين كل الرايات، رايات الهدى من جهة ورايات الظلام من جهة، كل ذلك المستطيل الطويل من الدول في الشرق الأوسط ستكون على قرب من انفجار الحرب، وتكون هذه الحرب متعددة الاتجاهات شرسة في ظل رأس حربة تقودها أمريكا، التي يبدو من الروايات أن نفوذها في الشرق الأوسط سيكون متراجعا، وعلى أثر ملحمة كبيرة تبدأ من بغداد، تبدأ مرحلة الهياكل التي تتحدث عن نهاية التاريخ. سيكون قبل الدجال أحداث جسيمة مثل الخسوفات المتعددة، مثل ملاحم السفياني، مثل شروق الشمس من مغربها أو خروج الشمس من مغربها، التي ستزف للعالم بشرى ظهور الإمام عليه السلام، لتبدأ مرحلة جديدة من الملاحم، خاصة تلك التي تقع بين الإمام وبين معسكر ضخم للروم، تبدأ بالشرق وتنتهي بالغرب، حيث سيسيطر الإمام على معاقل الغرب كله. ثم بعد ذلك تتفجر فتنة الدجال المستمرة التي استمرت منذ قبل ظهور الإمام وحتى بعد ظهوره. قلنا أن سيكون للدجال خط واسع كما هو خط الرايات المتقاتلة. هناك خط للدجال بدءا من سجستان، من أفغانستان، سجستان، البصرة، الكوفة، مرورا بالشام وحتى فلسطين، الدجال العالمي والدجالين المحليين. بعد ذلك يليها خروج دابة الأرض بعد ظهور الإمام، ثم النار، ثم الدخان الأخير، وهو بعد ربما سيكون بعد إما بعد ظهور الإمام أو إبان ظهوره. في المحصلة، هذه الآيات العشرة علامات رئيسية في أشراط الساعة. ربما نتحدث عن ساعة قيامة القائم وساعة الرجعة، التي هي عبارة عن رجعة أهل البيت عليهم السلام. هذه العلامات متقاربة مع هذين الحدثين العظيمين الذي عبر عنهما بالساعة، وهي قريبة نسبيا إلى يوم القيامة، باعتبار أن الإمام أو أن باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث ماذا قال؟ قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أنا والساعة كهاتين، يعني أنا والقيامة كهاتين، يعني أنه يتحدث عن قرب الساعة، أن هذه الدنيا بمحصلها بكلها بكلكلها بكلها هي عبارة عن يوم أو بعض يوم، كما تعبر آيات القرآن الكريم. الدنيا بأكملها هي قريبة من الساعة، قريبة من القيامة. فنحن نتحدث عن التوقيت، عن الزمان بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلق الزمان، فهي ليس لها أي هذه الفترة الزمنية بين بدء الخليقة ونهاية الخليقة، بين بعثة النبي ونهاية الخليقة، ليس لها ذلك الاعتبار الكبير في ميزان الله سبحانه وتعالى. لذلك يعبر عنها دائما بأنها قريبة. لكن حينما نتحدث عن علامات الساعة التي تتحدث عن علامات قريبة من الإمام أو بعد الإمام، إنما تتحدث عن هذه الأحداث المهمة، وهي حدثي الإمام، ظهور الإمام عليه السلام، والحدث الثاني هو حدث الرجعة الكبرى العظمى. فهذه العلامات وهذه الأحداث إنما هي متقارنة ومتقاربة مع هذين الحدثين العظيمين، وهي إشارة إليهما وهي علامة عليهما. وبالتالي حينما نتحدث عن أشراط أو نتحدث عن علامات الساعة، ذلك من أجل ماذا؟ تبشير المؤمنين وتنبيههم على أن هناك أحداث عظيمة وجليلة ستكون لها منعطف تاريخي سينعطف بالزمان، وبالتالي سيكون هناك تغيير شمولي في الكون، في التشريع، في التاريخ، وسيتعود الأمور إلى مجاريها وإلى مراتبها الأولى، حيث
حيث الاستحقاق الواقعي لأهل البيت عليهم السلام. هناك رواية أخرى ينقلها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن المفاسد الاجتماعية في آخر الزمان وكيف أنها ستكون من أشراط الساعة كما يدعي الرواة السنة، لكنها في الحقيقة هي من علامات ظهور الإمام عليه السلام وليست من أشراط الساعة، إنما يحاولون إبعادها عن الإمام لغرض في نفوسهم. والدليل على أن الرواية تتحدث عن علامات ظهور الإمام عليه السلام هو ما جاء في ذيل الرواية. ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في ذيل الرواية؟ يقول: فعندها يأتي قوم من المشرق وقوم من المغرب، فالويل لضعفاء أمتي منهم، والويل لهم من الله، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا ولا يتجاثون عن شيء. هذا إشارة إلى تجيش الجيوش، إشارة إلى فتن الدم، إشارة إلى الغزو وإلى المعارك، وهذا ليست من أحداث الساعة بل هي من أحداث الظهور. وهذه الإشارة تتحدث عن الحرب العالمية الثالثة التي ستكون بؤرتها في الشام، حينما يأتي قوم من المشرق وقوم من المغرب فيلتقون في سرة الشام، ستكون هناك معركة عالمية. إذن فالرواية تتحدث عن علامات ظهور الإمام، وبذلك تكون العلامات الواردة في هذه الرواية وهي علامات اجتماعية ومفاسد اجتماعية تتحدث عن قرب ظهور الإمام، وهو ما سنلحظه وما سوف نراه ونشير إليه أنه مطابق للواقع بنسبة كبيرة جدا. وسنحاول أن نقرأ الرواية ونشرحها بتمام. يقول عبد الله بن العباس: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع، فأخذ بحلقة باب الكعبة وأقبل بوجهه علينا فقال: معاشر الناس، ألا أخبركم بأشراط الساعة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله: وقلنا أن أشراط الساعة إما المقصود منها هي ساعة القيامة القائم أو ساعة الرجعة، وإذا كان المقصود بأشراط الساعة هي ساعة القيامة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن حينما يتحدث عن أمور وعن أحداث وعن وقائع اجتماعية هي قريبة من الظهور. فهذه: ألا أخبركم بأشراط الساعة، إما هي دس من رواة السنة وإبعاد عن علامات ظهور الإمام عليه السلام، أو إن قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالساعة هنا هي ساعة القائم عليه السلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من أشراط الساعة إضاعة الصلوات، فآخر ما يترك من معالم الإسلام من معالم الدين ويشاع تركه هي الصلاة، فإذا ضاعت الصلاة ضاع قوام الدين، ضاع قوام الحياة. ثم قال: واتباع الشهوات، هذا السلوك الذي يبدأ أول مرة على شكل غماس في الغرائز المالية والمنفعية وغيرها وخاصة الجنسية منها. ثم قال: والميل مع الأهواء، بحيث يقطع شرع الله بالغرائز ويحكم بالهوى بدلا من القرآن، بدلا من أحكام العترة الطاهرة. ثم قال: وتعظيم المال، أي اتباع كل طريقة موصلة إلى هذه الغاية، مهما كانت هذه الطريقة غير سليمة، فالبعض يرتكب هذه الطرق من أجل الوصول إلى هذه المنافع الدنيوية المادية من دون حرمة لقوانين الإسلام، بحيث سيصبح المال ربا يعبد من دون الله تعالى، ويكون هو الهدف الأساس من وجود الإنسان، ويكون هذا المال بشكل مريع وبأي طريقة مريعة كانت. واعتبره النبي أنه أخطر من فتنة الدجال، وهي فتنة الدرهم والدينار.
ثم قال: وبيع الدين بالدنيا، هذه المعاوضة البخسة، حيث تغلب الدنيا على الدين، ويعلو حطام الدنيا على خلود الآخرة ونعمها. فلا ترى إلا لهاثا وراء الدنيا، وتركا للدين وقوانين الدين، وتركا لقيود الشريعة وحدود الشريعة، خصوصا عند أهل الحكم، خصوصا عند حواشي الحكام، هؤلاء الذين يلهثون وراء الدنيا ويبيعون الدين من أجل الدنيا، ويتركون حتى الولاية من أجل منافذ، من أجل النفوذ، من أجل حب الدنيا. ماذا يقول صلى الله عليه وآله؟ فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره. هذا إشارة إلى سطوة باطرة الحرام، نفوذ دولة السلطان وجنده الذين يمنعون إنكار المنكر باليد واللسان، فلا يجد المؤمن إلا إنكار القلب فيتوجع من المنكر وهو لا يستطيع أن يعبر عن ذلك بيد أو لسان. يقول صلى الله عليه وآله: فعندها يليهم أمراء جورة، عند ذلك تكون علامة سلطانهم أمراء جائرون عن الحق، منصرفون عن الدين، مبتعدون عن الإسلام، متجاهرون بالحرام، مفارقون للدين، ووزراء فسقة. يكون هرم السلطة، هرم الحكم، من أوله إلى قاعدته كلهم غارقون بالحرام والآثام والظلم، وفسدت طباعهم، وأجروا سنة الجور والظلم على العباد وعلى الناس من أجل منافع السلطة، وعرفاء ظلمه وأمناء خونه، فيكون عندهم المنكر معروفا، والمعروف منكرا، أي إن المعروف سيكون نادر، مبعد، متروك، ذليل، معيب، مجرم قانونا. الآن نلاحظ أن المعروف بدأوا يجرمون المعروف، يجرمون المتطهرين، بينما ينصرون المنكر. الآن في أمريكا يسنون القوانين من أجل الشواذ، من أجل الفاسقين، يسنون قوانين ويجعلون منها أمرا معاشا، أمرا عاديا، أمرا معروفا، وينكرون على المتطهرين أنهم يرفضون ذلك، ويسنون عقوبات لمن ينكر المنكر. هذا واضح، هذا ليس في أمريكا فحسب، إنما حتى في بلداننا التي تدين بدين الإسلام ويؤتمن الخائن في ذلك الزمان، فيكون الخائن منصوبا في السلطان، في الوزارة، في الإدارة، وغيرها من الوظائف الدستورية والوظيفية، وهو خان، يخون دين الله، ويخون أمانة الناس وحقوق الناس، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، فيهجر الصادق ويبعد ويقرب الكاذب، فتكون راية أهل الضلال مرفوعة وراية أهل الإيمان مكتومة مهجورة. وتتأمر النساء، إذن نوع من النساء يكون من طينة هؤلاء الحكام الظلمة الجائرين، يقربها السلطان، يقربها الحاكم بدوافع تتوافق مع انحراف الثقافة، مع انحراف الفكر، فضلا عن الأسباب الشهوانية الغريزية، فتكون قرب عرش السلطان، في محضر حكم السلطان، على طاولة الحكام، فتتناوب الأمر حتى تصل إلى الحكم، وتكون على دين شهوتها وغريزتها، هاجرة للدين، متنكرة لشرع الله، ساخرة من حكم القرآن والسنة النبوية ولأحكام العترة الطاهرة، وتشاور الإماء. هذا إشارة إلى جيش الموظفات اللتين يخدمن في السلطة، الإعلاميات وغيرهن. وحينما يكون الأمر بيد النساء ستكون الحقيقة الأمة خاضعة للفساد، خاضعة للضعف والهوان، ويعلو الصبيان على المنابر. والتعبير عن الصبي كما حدثنا فيها في مناسبات سابقة حول الشيء صباني، يشار به إلى من لم يكتمل عقله لحفظ حقوق الناس أو إدارة أمانتهم أو حسن سياستهم أو القيام بالأمر الموكل فيه، فهو خباط في وهم، وهو غاش في غشاوة،
هو أعمى عن وجه الحقيقة ومأتم عليه، وهذا يعني أنه يصل إلى الحكم من هو صبي، من هو قليل العاقل، ويدير ملفات الأمة، ويكون رئيسا لحزب أو رئيسا لكتلة أو رئيسا لوزراء أو رئيسا لغيرها من مقامات الدولة، وبالتالي يكون فاسدا ومفسدا أكثر من أن يكون صالحا ومصلحا، ويكون الكذب عندهم ظرافة، فلعنة الله على الكاذب، وأداء الزكاة أشد التعب عليهم خسرانا ومغرما عظيما، ويحقر الرجل والديه ويسبونهما، ويبر صديقه ويجالس عدوه، هذا إشارة الحطام ما بقي من نظم أخلاقيات بين الولد ووالديه، وسوف تنفك سلطة الأبوين في تربية أولادهم على طاعة الله وطاعة دين الله، وتشارك المرأة زوجها في التجارة، وهذا إشارة إلى أن تجارة آخر الزمان ستكون عبارة عن إعلام، والإعلام عبارة عن أن تتجر المرأة بشكلها، بمظهرها، بفرجها، بغريزتها، بزينتها وأشباهها. والآن تلاحظون أن أكثر المحلات، أكثر شركات التوظيف، أكثر شركات التكنولوجيا، شركات السيارات، معارض السيارات، كلها تضع المرأة في الاستعلامات من أجل ماذا؟ استقطاب الزبائن. وهذه تجارة بشكل المرأة، هذه تجارة جنس في الحقيقة، وليست تجارة حلال، وإنما هي تجارة مقدمات حرام، لكن الناس يبتعدون عن الحلال ويخوضون في حرام هذه الدنيا. ويكتفي الرجال بالرجال باللواط وأشباهه والمثليين، وبدأنا نشهد هذا، والنساء بالنساء بالسحاق وأشباهه بالمثليين، وبدأنا نشهد ذلك بوتيرة متسارعة وواسعة في العالم، وحتى في منطقتنا التي تدين بدين الإسلام. ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها، أين الدعارة مع الأطفال، مع القاصرين، ذكورا من ذكور، والعكس ذكورا مع ذكور وبالعكس أيضا. وتشبه الرجال بالنساء، هذا التشبه سواء كان بالمظهر الخارجي أو باللباس أو بالتخنث والتحول الجنسي أو بالوظيفة أو بالدور، وبالتالي نجد أن هذه المظاهر بدأت تتسع وتشيع في المجتمع، خصوصا في مجتمعاتنا، فضلا عن المجتمعات الغربية التي هي في الواقع قديمة بهذا المجال. وتشبه النساء بالرجال، وتركبن ذوات الفروج على السروج، فلا أهم للمرأة إلا في فرجها وزينتها، لباسها، غريزتها، معصيتها لربها، وبالتالي تكون المرأة سهما من سهام إبليس آخر الزمان، سهما من سهام الدجال، وتزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس، فلا تطلب إلا لزينتها، دورها في تدعيم تجارة السلطان، وتحل المصاحف فلا يقصد منها إلا شكلها واستغلالها، ويضيع مضمونها كما عند الوهابية، كما عند خوارج هذا الزمان في السعودية وفي غيرها. وتطول المنارات، وهذا إشارة إلى المنافسة في زخرفة المساجد ومناراتها وما أهل به لغير الله في الوقت عينه الذي تهجر فيه مضامين القرآن، تهجر به العترة، ويهجر الدين، وتكثر الصفوف ويقل الإخلاص، ويؤمهم قوم يميلون إلى الدنيا، تحول المساجد إلى مواقع متقدمة لطلب الدنيا، يكون لأهل الضلال فيها ظهور وسيطرة ومواقع، ويحبون الرئاسة الباطلة، فعندها قلوب المؤمنين متباغضة وألسنتهم مختلفة، وتحلى ذكور أمتي بالذهب، ويلبسون الحرير والديباج وجلود السمور. إذن إشارة إلى نبذ المسلمين للعهد القرآني، نبذهم لسنة النبي، نبذهم لسنة العترة، وانكبابهم على المظهر وعلى الزي، على اللون، على البطن، على الفرج، على الموضة، على الأزياء، وهكذا
يتجهون باتجاهات دنيوية مادية ويتعاملون بالرشوة والربا ويضيعون الدين ويرفعون الدنيا. عندها لا نرى الدين إلا مهجورا، عندها لا نرى الدين إلا مهجورا متروكا منبوذا، سواء في القانون في العرف في السلوك، وذلك لصالح قيم الدنيا ورجالاتها ودوافعها وغرائزها. ويكثر الطلاق والفراق والشك والنفاق، أي تتعاظم ظاهرة انهيار الأسرة، يتعاظم طغيان عالم الشهوة والزنا والحرام، وبالتالي تجد الدنيا مائلة إلى التفكك إلى الانحدار. فمن علامات آخر الزمان انكباب الناس باتجاه الغرائز على حساب الأسرة التي أمر الله بها، وتظهر الكوبة والقينات والمعازف والميل إلى أصحاب الطنابير والدفوف والمزامير وسائر آلات الله. ألا ومن أعان أحدا منهم بشيء من الدينار والدرهم والألبسة والأطعمة وغيرها فكأنما زنى مع أمه 70 مرة في جوف الكعبة، فعندها يليهم أشرار أمتي. بعد أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هذه الموبقات الاجتماعية، كل هذه الظواهر السلبية، هناك تترتب عوامل أخرى على هذه الظواهر. يليهم أشرار الأمة، هذه المجتمعات المنحرفة الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم الأشرار. فميزة ذلك الزمان أن أمراءهم رؤساءهم وزراءهم شرار أهل الأرض، سيكونون أهل ضلال، يقومون على باطل، يحكمون بباطل، قانونهم باطل، سواء في الأخلاق أو في السياسة أو في المال أو في الاجتماع أو في الثقافة، وتنتهك المحارم وتكتسب المآثم، وتسلط الأشرار على الأخيار في الحكم، في السلطة، في إدارة الملفات العامة والخاصة، في السيطرة على الثروات، توزيع الثروات وغير ذلك من الملفات، سياسية، أخلاقية، ثقافية وغيرها. فالآثار المترتبة على هذه الظواهر السلبية هو هذا، هو تسلط الأشرار على الأخيار، وتباهون في اللباس، ويستحسنون أصحاب الملاهي والزانيات، فيكون المطر قيضا. لاحظوا، يشير النص هنا إلى علامة طبيعية تؤكد عيبا لافتا في النظام الكوني، أن الكون بدأ يتغير بسبب موبقات العالم، موبقات المجتمع، النظام الكوني يتغير. فبخصوص المطر وزمان المطر، تكون هذه بمثابة علامة إشارة إلى ما حل بالناس وزمانهم في هذه الأيام. المطر قيضا، أي إن المطر يأتي في الصيف، وهذا لم يحدث قبلا، نجده الآن في هذا الواقع، في واقعنا المعاش، أن الصيف بدأنا نشهد الشتاء في الصيف، غيوم وأمطار وعواصف وزلازل وغيرها. ثم يقول: ويغيظ الكرام غيظا، ويفشو الكذب، وتظهر الحاجة، وتفشى الفاقة، رغم المال رغم الثروة. هناك طبقية، هناك من يصعد إلى القمة، وهناك من يهوي وينزل إلى تحت خط الفقر. فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله، ويكثر أولاد الزنا. قلنا أن أتباع الدجال هم من أولاد الزنا، أتباع السفيان من أولاد الزنا، صاحب البرقة وأصحاب البرقة من أولاد الزنا. فحينما يكثر أولاد الزنا سيكثر الانحراف، الانحراف العقائدي الفكري، وبالتالي ينحرف الكثير عن التشيع بسبب هذه الموبقات. ويتغنون بالقرآن طلبا للدنيا واستغلالا للدين في شهوة المال وتجارة الحرام، فعليهم من أمتي لعنة الله. وينكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الأمة. ويظهر قراءهم وأئمتهم فقهاء أهل الباطل. وعندها يخشى الغني من الفقير أن يسأله، وعندها يتكلم من لم يكن متعلما، أي الرويبضة، يرفع كل ذي صيصية صيصيته، أو الربيضة، الرويبضة، الرويبضة الذي يتكلم بأمور الدين، بأمور المجتمع، وهو لا يفقه شيئا، يتصدى من لا يفقه أو يعلم أو يدرك حقيقة قيادة الناس أو إدارة الملفات الأخلاقية السياسية الاجتماعية، فيكون حاكما، وزيرا، زعيما لحزب، مديرا، مخولا،
وغيرها، وبالتالي يكون سبب لفساد المجتمع وفساد الناس. فعندها كما يقول النبي صلى الله عليه وآله ترفع البركة، ويمطرون ويمطرون في غير أوان المطر في الصيف. هذا إشارة إلى خلل وخراب يضرب قانون الطبيعة، القانون الطبيعي الكوني، بسبب أعمال الناس، بسبب توجهات المجتمع، بسبب الفساد، بسبب الفجور والفسق والفجور. وإذا دخل الرجل السوق فلا يرى أهله إلا ذاما لربهم. أهل هذا السوق يذمون الله، يذمون ربهم. لماذا؟ البياع الذين يبيعون ويشترون يذمون ربهم، لماذا؟ هذا يقول لماذا لم أبع، هذا يقول لم أربح شيئا. هذا إشارة لطغيانهم، إشارة لابتعادهم عن ذات الله، عن الله سبحانه وتعالى، إشارة لابتعادهم عن القناعة، ابتعادهم عن الدين، إصرارهم على اتباع القوانين والأعراف ومحبة الدنيا والمادة. فعندها يملكهم قوم إن تكلموا قتلوهم، إشارة إلى السلطان الظالم الجائر، يسلط عليكم شراركم الذي يقود الناس على أساس قوانين محرمة في المال، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الثقافة. ثم يقول وإن سكتوا استباحهم، إشارة إلى تنامي قوة الظلمة والسلاطين في تثبيت قوانينهم الجائرة، حتى في قضايا الناس، في قضايا السوق، في قضايا العلاقات المدنية، وفي شتى الصيغ. وبالتالي سيستحق المجتمع ما جره على نفسه من ويلات بسبب هذه الموبقات، بسبب هذا الفسق والفجور. يسفكون دماءهم ويملؤون قلوبهم رعبا، فلا يراهم أحدا إلا خائفين مرعوبين. ثم يقول في نهاية الحديث فعندها يأتي قوم من المشرق وقوم من المغرب، فالويل لضعفاء أمتي منهم، والويل لهم من الله، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا ولا يتجافون عن شيء. هذا كما قلنا إشارة على تجيش الجيوش في الحرب العالمية التي ستسبق الإمام وظهور الإمام عليه السلام في حرب الترك من جهة والروم من جهة أخرى. وهنا تغزى بلاد الإسلام، بلاد العرب، تكون القتال والقتل والحروب في كل جهة بسبب هذه الموبقات. إذن نحن أمام واقع، هذا الواقع نعايش فيه كل هذه السلبيات، كل هذه الظواهر السلبية. وبالتالي نستطيع أن نقول أننا نعيش في هذا العصر، عصر قرب ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم يقول صلى الله عليه وآله جثتهم جثة الآدميين، وقلوبهم قلوب الشياطين. تحدث عن هؤلاء الذين يأتون من الشرق ومن الغرب يقاتلون في أرض العرب، في أرض الإسلام، أباطرة الغرب والشرق، الروم والترك، الذين يستنزفون العباد والبلاد ويرتكبون الفظائع من أجل حماية نفوذهم. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الرواية فلم يلبث هناك إلا قليلا حتى تحوز الأرض حوزة، حتى يظن كل قوم أنها غارت في ناحيتهم، فيمكثون ما شاء الله، ثم يمكثون في مكثهم، فتلقي لهم الأرض أفلاذ كبدها، قال ذهبا أو فضة. ثم أومى بيده إلى الأساطين، قال فمثل هذا، فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة. هذا إشارة إلى هدة في الأرض، زلزلة في الأرض، كإشارة كونية إلى قرب حدوث أمر عظيم يكون مرتبطا بأمر الله تعالى، وأهمه ظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ثم يقول ثم تطلع الشمس من مغربها، وهي إشارة كبيرة إلى العلامة الأبرز على ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، الذي يشكل قطب الرحى في علامات آخر الزمان وبداية ملف أحداث التاريخ الكبرى في آخر الزمن. ما هي الإشارة في ظهور الشمس من مغربها؟ ما هي العلاقة بين ظهور الشمس من المغرب وبين رد الشمس للإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ هناك علاقات كونية ربما سنجد لها تفسيرا في حلقات قادمة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم
معاشر الناس، إني راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب، فأودعكم وأوصيكم بوصية فاحفظوها. وهذه إشارة أنه منطلق إلى مغيب الشمس، أنه هو الشمس الذي ستغرب، ستغيب ثم تعود من المغرب، أي إنهم نور واحد. فالإمام عليه السلام هو الذي سيشرق من المغرب في كناية، مع أن خروج الشمس من المغرب له حقيقة وله إشارة، له واقع وله كناية، وعلاقته بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا تخفر. ثم يقول صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. إشارة إلى ولايتي القرآن وأهل البيت الذين لا طاعة لله تعالى إلا بالنزول على ولايتهما، كما في حديث الثقلين. ثم قال صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، إني منذر وعلي هاد، والعاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وآخر دعوانا نقول: اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.